شج رأسه احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الأطهار، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هل سألوا، التي تجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية والدنيوية. مشاهدين الكرام، باسمكم جميعا أسعد بالترحيب بفضيلة الشيخين الفاضلين الدكتور موسى إسماعيل، مرحبا بك سيدي الكريم، والدكتور محمد إيدير مشنان، مرحبا بك معنا. مشاهدين الكرام، عددنا لهذه الحلقة نعالج فيه موضوع وأوفوا بالعهد، الأمر الرباني الذي أمرنا فيه بالوفاء بالعهد وشدد فيه في المسؤولية به، حيث قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فما حقيقة الوفاء بالعهد شيخنا الكريم، وما المسؤوليات المترتبة عن عدم الوفاء بالعهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ولن تحيا لكل المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العهد هو الاتفاق والعقد، هو ما يجمعنا من ارتباطات، مواعيد، عقود مالية، عقود أسرية، الوعد حتى في الرابط بين شخصين أو بين جماعة، في صداقة، في عمل، في أي شيء. كل اتفاق ورابطة تسمى عهدا، ولهذا كان العهد مع الله أولا لما أخذ علينا العهود قبل أن نكون، وكان عهد الله إلينا بعد أن أرسل إلينا الرسل عليهم السلام، وأرسل خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكل من شهد شهادة الحق فقد عاهد الله تعالى على ما أمرنا به، على أداء ما أمر به من فرائض، من توجيهات، من طاعات، من اجتناب المحرمات، كلها عهد. صحيح. وعهودنا أيضا، يعني عهود مع الله، عهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى العهود مع الناس، العهود مع الناس. أبسط معنى للعهد أن تعطي موعدا مع شخص، ومن العهود أن تتفق معه على تنفيذ عمل من الأعمال، على عقد من العقود، قد يكون زواج، قد يكون بيع، قد يكون أي اتفاق كان. هذا العهد احنا في ثقافتنا الإسلامية وفي منظومة القيم عندنا كمسلمين، هذا العهد من الواجبات أن نحافظ عليه وأن نلتزم به ولو مع أعدائنا، ولو كنا في حالة عداء مع أحد يجب الوفاء بالعهد. لا يعني أني مسلم أوفي بعهدي مع المسلم ولا أوفي بعهدي مع غير المسلم، غير المسلم قد يكون مسالما، بل ولو كان في حالة أخرى لما يتطلب الأمر الوفاء بالوعد نوفي بعهدنا
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد الصلح مع المشركين حافظ على صلحه، وهذا عهد، هذه اتفاقيات الدولية على كل حال، بمعنى نأخذ. وكذلك لما عقد بيعا مع اليهودي وراهن درعه التزم بهذا البيع وبهذا الرهن وإلى آخره، تلاحظ كيف أن العهد يجب الوفاء به ولو ما لو كان التعامل مع غير مسلم. في المقابل كما يوجد وفاء بالعهد وبالوعد، يوجد خلف للوعد ومخالفة للعقد، عدم الالتزام بالعهود والمواثيق ولا الاحترام للمواعيد. هذا جانب النظري لموضوع العهد. نعم. ولما نجو إلى الجانب التطبيقي، لأنه ربما البعض يفهم أن أعطيت كلمة مع واحد وما جاش خلف الوعد. الموظف له وعد على أن يستقبل الناس على 8 صباحا إلى 12 مثلا، وهو يحضر على 10، أو الطبيب يعطي مواعيد في المستشفى مثلا على 9 مثلا، وهو لا يأتي إلا على بعد منتصف النهار. هذا خلف الوعد ولا خلف الوعد؟ صحيح. يعني الإداري الذي يعطي وعد لإنجاز مثلا عمل، لاستخراج وثيقة، لأي شيء، ثم تروح يقول لك أرجع للمساء، أرجع غدوة، هذا خلف الوعد. ما نتكلموش عن الجانب جوانب أخرى، لأنه خلف المواعيد عند الشق الأخلاقي، لأن أخلاق الإنسان الصادقة تقتضي أن يحترم المواعيد، فجانب أخلاقي. لكن لما ننظر إلى الوعد نظرة اجتماعية واقتصادية إلى آخره، سياسية، أمر خطير جدا. صحيح. نفترض أنه أعطينا مثال بمواعيد طبية، الطبيب هذا، هناك مرضى من مختلف الجهات، هؤلاء المرضى بعضهم ربما يكون معلم وهذا تاجر وهذا ربما مهندس وهذا إداري، الطبيب يخلف الوعد. كم من عمل ضيعناه، ضيعنا التلاميذ في الأقسام، ضيعنا مواعيد في الإدارة بالنسبة الإداري، هذا العامل هذا التاجر مثلا ضيعنا له كثير من المصالح التجارية، بمعنى هناك تضيع لجهد لمال لوقت، وهذا كله محسوب على الأمة. وحتى نختم، في إقامة الحضارات الوقت الذي هو جزء من الوفاء بالوعد مهم في إنجاز الحضاري. كل أمة لا تحترم وقتها أمة متخلفة ولا يمكن أن تتقدم. صحيح. لهذا الأمم المتقدمة التي تحترم الوقت، تحترم الطريق، إنجاز الطريق الذي لا يستغرق وقتا لربح الوقت، التسهيل الإداري، لأن التسهيلات الإدارية فيها ربح للوقت وإنجاز للمواعيد، فيه مرونة في التعامل في كل شيء. يعني هذا لما ننظر للمسائل بهذه النظرة يمكن أننا نبدأ في مشروع النهضة الحضارية أو التغيير الحضاري. أما إذا كان ما زلنا لا نبالي بهذه التفاصيل، لأن لها علاقة بجوانب مهمة في حياة
الأمم والأفراد راح نكون في مؤخرة الأمم ما شاء الله. شكرا شيخنا يعني على هذه الإفاضة في هذا الموضوع. شيخنا الشيخ مشنان يعني هل هناك من إضافة أم نشرع في استقبال المكالمات الهاتفية؟ نشرع في استقبال المكالمات إذا كان في مكالمات. زملائي في العارضة التقنية هل من مكالمات تحضركم؟ شيخنا هل ممكن يعني نضيف بعض الكلمات في هذا السياق ريثما تجهز بعض المكالمات؟ نعم شكرا الأستاذ حمزة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وفعلا الوفاء بالوعد والعهد إضافة إلى ما ذكره أستاذنا الدكتور موسى إسماعيل، ولكن الوفاء بالوعد هو عنصر من عناصر تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع، لأنه مع عدم الوفاء بالوعود تنعدم أو تضعف الثقة، وهو سبب من أسباب الاستقرار، استقرار المعاملات، استقرار التعاملات، استقرار الأسر، استقرار الدول، بل هو عنصر من عناصر التنمية، لأن المجتمع الذي يفي أفراده بعهودهم هو مجتمع يقوم أفراده بواجباتهم، وهذا هو الذي يؤدي إلى التنمية الاجتماعية. ثم تتفرع مجالات الوفاء بالوعد وبالعهد لكي تصل إلى كل تفاصيل الحياة التي نعرفها والتي لا نعرفها ربما نعرفها في المستقبل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا شيخنا على هذه الإفاضة. نستقبل المكالمات الهاتفية. لدينا أحمد من واد سوب. السلام عليكم ورحمة الله أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نسمعك أحمد. نعم. رجل تزوج بامرأة الرجل ولم يخلف ذرية منها، ثم طلقها فتزوجت رجل ثاني وأنجبت منه أولاد، والرجل الأول تزوج وأنجب أولاد، هل يحق الزواج ببعضهما أم لا؟ مفهوم السؤال بارك الله فيكم. هل لديك سؤال آخر؟ لا هذا ما كان. شكرا. تسمع الإجابة بإذن الله. الأخت رميساء من المسيلة. مرحبا أخت رميساء. السلام عليكم ورحمة الله. نعم نحن نسمعك جيدا. شكرا على هذه الحلول اللي رامي قدموها للمجتمع. شكرا. عندي سؤال الأول، احنا في المنطقة تاعنا شغل وحدة كتروح الجنازة وتلقى وحدة فاميلكا سما تقولها روح معاك للدار، يقولوا ماشي مليح. هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي واحد كنت مريض من 2014 حتى لحد الآن، والأطباء شخصوا لي المرض تاعي قالوا لي عندك الأعصاب يخدموا بزاف، وطبيبة الأعشاب قالت لي بلي عندك العصب الخالص، بحث ناولت أغلبية جميع الأدوية على الأعصاب ما داروا لي والو. نطلب من الشيوخ الدعاء ويتوسعوا في الدعاء إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الثالث، هو عندي 10 سنين ما عنديش دراري، نطلب من الشيوخ يتوسعوا لي في الدعاء شوية، ورغم ذلك أنا راجلي مريض شوية وإن شاء الله يدعوا بالشفاء لي وليه. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. هاي ربي يحفظك تلاوة أرواحكم. تسمعين الإجابة بإذن الله. هاي صحيح تلاوة أرواحكم. عليمة من خنشلة. ألو. ألو السلام عليكم. أهلا الأخت عليمة. عليك السلام ورحمة الله. واش رقم لاباس؟ الحمد لله. وأنت؟ واش عندي سؤال داين واحد ودي اثنين ولا؟ تفضلي. اسمع على بركة الله. كي نصلي نقرب لشي بسم الله. هذا هو السؤال الأول. وكي نسافر هكا عندك في الطوموبيل ولا في الطاكسي ولا المهم هاي ولا في الكار ولا نقول السلام عليكم، هل يجوز ولا لا؟ خلاص تسمعين الإجابة. إن شاء الله. هاي ربي يعاونكم إن شاء الله في أمان الله. أم نور من بشار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أسئلة. سؤال الأول، ما حكم ذهاب المرأة للحمام؟
وسؤال ثاني، ما حكم ثاني خروج المرأة دون علم زوجها بصح نورمال كي يجي تقول له؟ والسؤال الثالث، أنا كنت نصلي بصح في التشهد الأخير ما كانش على بالي باللي نقول الصلاة الإبراهيمية، هذا وين زعما عرفت وليت نقولها، واش الحكم؟ تسمعين الإجابة بإذن الله. والسؤال الرابع، المرأة تكون حامل وتشوف زعما تبغي تشوف واش نوع الجنين، واش حلال ولا حرام؟ شكرا. أي صحة إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا. مصطفى من ميلا. السلام عليكم ورحمة الله. أخي مصطفى، حاول أن تبتعد عن جهاز التلفزيون حتى نسمعك جيدا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال يا أخوي. تفضل، نحن نسمعك جيدا. بتاكسيده بالطوموبيل. نعم. ولا سي ولا سي نرجع عوضوا لي الدراهم، حبيت نروح بهم للمرأة. واضح السؤال. واضح السؤال، يعطيك الصحة. فريد من باتنا كآخر مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عم الشيخ. تفضل أخي فريد. وعليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام. مرحبا فريد. عندي واحد سؤال بك، عندي صلاة نصلي، عندي واحد 20 سنة وأنا نصلي، وعلى بالك أمي ما نقراش. أه. ما نقرأ غير بالفاتحة فقط. أه. وكين خمسة فاتحة ما كنت أنا ما على باليش ما نعلمش، أمين ما نقولوش، أمين. نعم. الآن درك راك تقرأ حاجة بعد الفاتحة؟ نقرأ. مليح إن شاء الله. ربي يوفق إن شاء الله. ربي يوفق. اللهم آمين. آمين. هل لديك سؤال آخر؟ أنا ما عندي تسجيل. صح، شكرا. السلام عليكم. تسمع الإجابة بإذن الله. إذا نشرع في الإجابة شيخنا الفاضل عن الأسئلة، نبدأ بشيخ مسنان، نبدأ بأحمد من واد سوف في السؤال اللي يقول فيها باللي رجل تزوج بامرأة ولم ينجب معها. معليش، رجل تزوج بامرأة ولم ينجب منها أولاد ثم تطلق، المرأة تزوجت وأنجبت أولاد والرجل تزوج وأنجب أولاد، هو الآن يقول هل بإمكان هذين أولادهم يتزوجوا؟ نعم. فما حكم الشرع في ذلك؟ نعم. شوف، نعطيك باش يكون واضح. امرأة عندها بنتها ورجل عنده وليده، كل واحد تزوجت الرجل مع المرأة، هل يقدروا يزوج بنتها بوليده؟ نعم، لأنه ما كاش حاجة تمنع هذه، لأنه كانوا متزوجين من قبل ثم تزوجوا، الآن هذو كانوا متزوجين هكذا، كانوا متزوجين وانفصلوا وربي جاب لهم الأولاد، من هي من رجل واحد آخر وهي من امرأة واحدة أخرى هكذا. هو ما يقدرش يعني المسألة الفقهية متعلقة بالرجل، يحرم عليه بنت الزوجة بمجرد العقد على أمها، لكن ولاده ما عندناش علاقة هنا. هذه كاين مسألة لبن الفحل، هذه ماهيش مربوطة بالمسألة، يعني هنا ما فيش مانع، هي عندها بنتها وهو عنده وليد وحبوا يتزوجوا بعضهم بعض يتزوجوا. صحيح. نعم. في الأخت رميساء من المسيلة شيخنا الشيخ مشنان. نعم. تقول في عادتهم
وحدة كي تروح للجنازة وتصيب معها وحدة يعني وتقول لها نرجع معك لداركم، في عادة تقول لك هذا الأمر مش مليح، فهي اللي هنا تستفتي رأي الشرع في هذا الأمر. الصورة أنا ما قدرش نتصور لها. يعني لما تروح للجنازة وتتلاقى مع وحدة فاميلتها تعرفها أيوة. فهذيك تقول لها نجي معك لداركم أيوة. لما هي راهي لهنا تقول لك باللي هذا الفعل عندهم شائع باللي ما هوش مليح، فهي تستفتي رأي الشرع في هذا. هو من ناحية الفقهية كان حتى حاجة تمنع أنه إنسان يروح الجنازة ولا غير الجنازة ثم يروح مع إنسان واحد أخر يرافقه يعني للدار، ولا من ناحية الفقهية هكذا العامة ما كاش، لأن إذا كانت أعرافهم أعرافهم يعني ماليها وعمومها وخوالها والمجتمع كامل كيدير كحاجة كيما هادية يعني ربما ينفروا منها ربما ياخذوا منها موقف، تحاول تحت تحترم هذيك حتى تحافظ على سمعتها على كرامتها على مكانتها بين أفراد المجتمع، ثم هذه الأعراف هذه تتغير بشوية بشوية. إذن فكاش حاجة تمنع أني لقيت واحد ونروح معه يعني، فمن ناحية الفقهية ما فيش مانع، من ناحية العرفية إذا كان هذا العرف محترم وكذا فيعني تراعي أهلها وماليها فهذا مطلوب، هذا من ناحية العرفية مش من ناحية الفقهية. نعم. وفي ذات السياق الأخت أسماء هي مريضة بمرض الأعصاب تلتمس منكما الدعاء لها بالشفاء وباش ربي إن شاء الله يرفع عليها هذا الضر، كذلك هي ما عندهاش الأولاد وتطلب كذلك الدعاء. ربي إن شاء الله يشفيها من مرضها ويبلغها بغيتها في قرة العين في الأولاد إن شاء الله، ربي يرزقها الذرية الصالحة الطيبة المباركة. ندعو لها ولكل الناس اللي في مثل حالتها، وندعو لجميع المؤمنين والمؤمنات بالخير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا شيخنا، ربي يتقبل إن شاء الله على هذا الدعاء الطيب. نعم. شيخنا شيخ موسى إسماعيل، سيدة عليمة من خنشلة تقول بأنها عندما تصلي تقرأ البسملة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هي البسملة إما نكون في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. في الفريضة عندنا في المذهب المالكي يكره قراءة البسملة في صلاة الفرض، ولكن في النافلة جائز، في النافلة جائز نقرأ البسملة، في الفريضة مكروه. والكراهة تكون شديدة إذا كان قرأها الإنسان جهرا، أما إذا قرأها سرا عندنا حالة واحدة تجوز فيه البسملة سرا، إذا كان واحد يقرأها بنية أنه بعض العلماء قالوا واجبة، أما يقرأها بغير هذه النية فهي في المكروه. وحتى نلخص الموضوع لأن كنا ندرسوا فقهيا نجيبوا أحاديث وهذو يجيبوا أحاديث، المسألة تنتهي في النهاية إلا أن السبب الحقيقي في الاختلاف في الموضوع اختلاف القراء، اختلاف القراء. الإمام مالك قال مكروه، لماذا؟ ما ننساش بأن الإمام مالك كان من المقرئين وهو تلميذ للإمام نافع صاحب القراءة المشهورة في القراء السبع، وعنده رواية لكنه لم تشتهر عنه لاشتغاله بالفقه والحديث. نافع تلميذ مالك في الفقه، ومالك تلميذ نافع في القراءة. ونافع في المشهور عنه أن البسملة ليست آية من الفاتحة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن قراءة البسملة واجبة، ومن ترك البسملة صلاته باطلة. السبب في الحقيقة أنه أخذ القرآن وقرأه بقراءة ابن كثير المقرئ، ما هوش المفسر. وابن كثير
البسملة عنده تعتبر آية من الفاتحة، ومن ترك البسملة ترك آية من الفاتحة، هذا هو سبب الخلاف. ولهذا يقول العلماء لمن شاء أن يعرف هذا، ابن حجر ذكر هذا في معالي التأسيس في مناقب محمد بن إدريس. محمد بن إدريس، ووافقه من المالكية الإمام البناني في الحاشية وغيرهم، يعني على أساس هذا التعليل متفق عليه في المذاهب. قالوا المالكي إذا قرأ بقراءة من القراءات البسملة آية فيها يجب عليه أن يقرأ البسملة، وإذا تركها ترك آية. والشافعي اللي يعتبر البسملة واجبة إذا قرأ بقراءة لا تعتبر فيها البسملة آية صلاته صحيحة، ولو كان في المذهب عنده أنه تبطل الصلاة. إذا المسألة ترجع لاختلاف القراء، ونتج عنه اختلاف الفقهاء. ولهذا نقول مكروه تقرأي في الفريضة إذا قرأتها جهرا ولو كانت الصلاة جهرية، أما إذا كانت النافلة تقرأي كما حبيتي جهرا وسرا. اثنين، إذا كان والفتي تقرأي البسمة لا قرأيها سرا، وديري في قلبك أنك باش تكون صلاتك صحيحة في كل المذاهب الفقهية بما فيه، حتى ليقول بسم الله واجبة أو ليقولوا أنها ليست مطلوبة، يعني مراعاة للخلاف. وإحنا خرجنا من المشكل إن شاء الله. فعلا شكرا شيخنا على الإجابة. عليمة كذلك هي تسأل، تقول كي تسافر وتطلع في الحافلة ولا في السيارة ولا كذا تقول لهم السلام عليكم، هي تسأل عن حكم الشرعي في هذا. هذه كما قال الشيخ، هذا الشيخ المسألة مربوطة بالعرف ومدى التهمة. ما نستناوش طفلة صغيرة شابة يعني من الشابات تطلع في الكار وتقول السلام عليكم، هاي تتبلى هذه. ولكن وحدة كبيرة ولا وحدة راهي مع نساء وكذا والناس دخلت المحل ولا للحافلة غاد السلام، الناس ما كانش شبهة. ولهذا المسألة مبنية على العرف ودرء الشبهات. إذا كان جرى العرف، مثلا العرف جرى المرأة صغيرة ولا كبيرة كي تدخل المحل تقضي تقول السلام عليكم عادي، واحد ما يتهمها. لكن في الحافلات ولا في المترو ولا في كذا العرف تاعنا كي تطلع المرأة ما تقولش السلام عليكم، صحيح. إلا إذا كانت كبيرة ولا كانت في منطقة يتعارفوا مع بعضهم بعض وتقول المرأة تقول السلام عليكم عادي جدا، هذه نعم. لكن وين ما كانش العرف هذا وربما الناس يبقوا يخزروا في هذه علاش كذا ما تقولش، لأن هنا تدخل الشبهات. ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم هذا صحيح. شكرا شيخنا. ننتقل إلى أسئلة أم نور. أم نور شيخنا الشيخ محمد هي تسأل وتقول ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام؟ وكان حمام من حمام وأنا مصحة يقول في كتب الفقهاء أنه المرأة ما تمشيش للحمام، وإذا بعض الآثار حتى اللي تنهى المرأة عن الذهاب إلى الحمام، ولكن أي حمام؟ أي حمام هذا؟ العرف وتسمية الحمام ونوعية الحمام والظروف المحيطة به هي اللي تحكم تمشي الحمام ولا ما تمشيش الحمام. فالآن إذا كان فيه الحمامات، الكثير من الحمامات الآن حمامات مشتركة، وطبعا مش مشتركة يعني بين النساء بطبيعة الحال، نساء بيناتهم، لكن الكثير من هؤلاء النسوة ما يحترموش قضية ستر العورة، وحتى العورة اللي موجودة بين النساء فيما بينهن. طبعا مثل هذا الحمام منهي عنه شرعا،
لأنه يؤدي إلى كشف العورة والاطلاع على العورات، وكشف العورات حرام والاطلاع على العورات كذلك حرام. إذن ولهذا فحمام بهذا الشكل لا، لا ينبغي تمشي له. وثم تقدر تولي أشياء أخرى، يعني مع وسائل التصوير هذه كذا إلى آخره، راه ولات كوارث كبيرة كبيرة في مثل هذه الأشياء. ولكن كاين حمامات أخرى الآن مخصصة في مخصصة للنساء أو في أوقات معينة للنساء فقط، هذا من جهة، وهذا شيء محترم طبعا. ولكن تلقى كل وحدة عندها غرفة منفردة كأنها راهي تحمم في دارها، يعني في كذا وكذا مسطورة إلى غير ذلك. فما نقدرش نقارنوا بين هذا وهذا، هذا وين كاين الستر وين كان كذا فلا بأس، وين كاين الشبهات وكذا فتتجنب مثل هذه الأشياء دي حتى تحفظ للمرأة وعرضها وعرض أهلها، وما تبقاش نكسروا حنايا العرى تاع المجتمع عروة عروة. نعم صحيح شيخنا. وفي هذه المناسبة نفتح قوس، يعني فقط الناس الآن لم يستثمروا ورم يبنيوا الحمامات ويفتحوا الحمامات، يعني مليح يفكروا في مثل هذه الأشياء، أنه ما بقاش الآن دوك حمام نجمعوا الناس كامل ندقسوهم كي رجال كي نساء. وهذا كي نقولوا حتى للرجال، يعني مش فقط النساء، الآن الرجال نفس الشيء، يروح الرجل مع الرجال وكشفين عوراتهم بشكل كذا وكيف كيف، ما يعني العلة هي 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 هذه العورة وهذا اللي الانكشاف. ولهذا مليح تكون فيه حمامات محترمة. الآن نمط المجتمع تغير، عرف الناس راهي كذا، وحتى متطلبات الناس راهي تختلف، ولهذا ينبغي أن نتكيف مع هذه الظروف من أجل أن نرقى بأدائنا في مختلف المستويات. نعم صحيح فعلا شيخنا. أم نور لديها سؤال ثاني، هي تقول ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها دون علمه، ولكنه عندما يعود إلى البيت هي تخبره؟ دوك يبدو أن هذه المرأة مع زوجها متفقين وأنه أذن لها في الخروج العام، معناها لما تكون عندها حاجة ولا فهو يأذن لها، والكثير من الأسر مبنية على هذا الأساس من الثقة، فهو لا يمانع من الخروج ابتداء، بدليل أنه لما يولي راه يتقول له. فالآن المرأة زوجها ما عندوش مانع مبدئي، وجتها حاجة ولا شيء معين وخرجت، وراه المشكل من المشكل في هذا. المشكل هو لما المرأة تخرج بدون علم زوجها في أماكن لا يريد زوجها أن يذهب إليها، وربما تثير حزازات بينها وبين زوجها، وتبقى هذاك الأمر مخبيات، وربما يكتشف فيما بعد وتثور الطائرة بينهما. هذا هو اللي، فإذا كان يتعلم من حال زوجها أنه لا يمانع من هذه الأشياء، ولكن جاتها حاجة طارئة في أو طارئة إما مستعجلة جدا ولا حاجية يعني اللي تحتاجها، فيمكن أن تخرج. نعم إلا إذا كان تعلم من أنه زوجها ربما يعني يغضب، وربما تستثير الأخر تاعو وتكبر بيناتهم، فحينئذ تقدر. إذا كانت حاجة مستعجلة مثلا دوك المرأة ولدها مرض ولازم تديه للطبيب وما كاش وسيلة للاتصال بالزوج، الآن ما بقاش دوك هذه متعلقة بحفظ الأنفس، أو هي نفسها مرضت بالذات وتروح، ولكن قادت باش نروح نشوف أختي، باش نروح نشوف جارتي، باش نروح نخرج نقضي ولا كذا في الأمور، يعني تقدر الشيء الذي لا يؤثر على الحياة الزوجية. نعم صحيح فعلا. شكرا شيخنا. الشيخ موسى اسماعيل أم نور كذلك نواصل معها، هي تسأل عن الصلوات الإبراهيمية، هي كانت ما تعرفهاش وكانت ما تديرهاش لما تصلي، فما الذي يترتب عنها؟ يترتب عليها أنها الآن كي تصلي تجيب الصلاة الإبراهيمية خلاص. والشي اللي فات؟ اللي فات مات، يعني ما كان ولا شيء، لأن الصلاة الإبراهيمية عندنا في المذهب المالكي أنها سنة ولا يترتب عليها لا سجود سهو ولا أي شيء. من تركها
لا تبطل صلاته ولا يلزمه سجود السهو. هذا إذا كان تركها سهوا لا شيء عليه. إذا تركها عمدا هنا يلحقه اللوم، يلحقه اللوم إذا كان مفرط ما تعحبش يقرا ما متهاون إلى آخره، لكن صلاته ما تبطلش. لكن وحدة ما جاش في بالها ما تعرفش ما كاش اللي قريها وكذا، هذيك إن شاء الله ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله يسلمك شيخنا. ولكن صلاتها الأولى صحيحة ما يشبر. في ذات السياق أم نور تسأل عن حكم ذهاب المرأة عندما تكون حامل ليعمل الأشعة ويكشف لها على هوية الجنين أو جنس الجنين ذكر أم أنثى. هذه ما فيهاش مانع، حبت تدير هذه يعني ما كاش حاجة تقول لها حرام. هذه هذا واش نقولها. ومن طبيعة الإنسان باش توجد القش تاع المولود تعطف له الأطفال تشري له حوايجه ولا حوايجها كاين من هذا الباب إلى آخره، وحب الاطلاع، ولكن ماهوش ممنوع. ماهوش ممنوع. شكرا شيخنا. الله يسلمك شيخنا بالصحة. شيخ مشنان الأخ مصطفى من ميلا يسأل عن حكم استعماله للمبالغ اللي تحصل عليها من التأمينات، التأمينات اللي جت من حادث السيارات تحصل على المبلغ هذاك، مبلغ حب يروح به للعمرة، فما حكم ذلك؟ قال له الشيخ موسى قال هات حبيت راح يروح يا الله سهل، فاحنا ثاني نقول راح لعمره وبركي دائما دعوة الخير هذا ما كان ان شاء الله. لا بس هذاك المبلغ تاع التامين اللي يعطيه له ذاك حقه بناء على عقد يربطه بين مجموع المؤمنين اللي كما هو اللي تفاهموا عن طريق شركة التأمين انه اللي وقع له حادث يعوضوا له، ولكن هما أصحاب السيارات هذو ما يقدروش يتلاقاو لأنه كثروا السيارات بزاف، وهذا يجي من ولاية واحدة أخرى، هذا يجي من بلاد واحدة أخرى، فحينئذ شكون اللي نسخ بيناتهم؟ هي شركة التأمين. هي الحقيقة العقد هذا شكون اللي بين من؟ هو العقد في الحقيقة راهو بين مجموع المؤمنين عفوا، العقد بين أصحاب السيارات. أصحاب السيارات ما يقدروش يتلاقوا لأنه يكثروا، هذا نعطيه مثال تاع السيارات، فكان شركة تنسق بينهم. الشركة دي من أجل التنسيق بينهم تأخذ أجرة لأنه هذه خدمة. أما شكون يخلص بعضهم؟ هم المؤمنون هم اللي يخلصوا بعضهم، ولهذا فالشي اللي يعطيه له تعويضا فهذا حقه وماله، وبعدك يحب يعتمر به، يحب يأكله، يحب يشربه، يحب يتصدق به، يحب يحج به، هو حر في أن يستعمله. نعم ما شاء الله ما شاء الله. شكرا شيخنا على هذه الإجابة الشافية للأخ مصطفى. ننتقل إلى أسئلة الأخ فريد من باتنا. فريد من باتنا يقول باللي عنده 20 سنة صلاة، هو أمي ما يقراش وما كانش يعرف باللي لازم كي يقرأ الفاتحة يقول آمين. ثم لديه شق آخر في السؤال يقول باللي ما كانش يقرأ حتى حاجة بعد الفاتحة لأنه ما يحفظش، الآن راهو بدا يقرأ بعد الفاتحة. نعم مش هالي هنا عجبتني كلام تاع التأمين. احنا اليوم في الفقه أنا نتكلم باسم الفقه الإسلامي، ما نتكلمش عن موضوع التأمين جايز مش جايز، وإنما أطالب يعني متخصص في الفقه بالعدالة واحترام المواعيد اللي كنا نتكلم عليها في التأمين. هذا هو المشكل اليوم، ماوش قضية جايز التأمين ولا مش جايز، هذا خلاص تجاوزنا هذه النقطة. لكن لما نقوله جايز ماوش معنى اللي نقول له جايز يدير رأيه، لازم العدل والإنصاف، لازم احترام هذا المؤمن، احترام المواعيد إلى آخر، هذا هو المطلوب. إذن ينبغي أن نعيد النظر في تصرفاتنا في عقودنا المختلفة قبل ما نتكلموا على الجائز. هذه قلنا خلاص، نتكلموا الآن
كيف نطور المنظومات اليوم، المنظومات التأمين، منظومة البنك، منظومة الاستثمار، منظومة كذا. هذا هو المطلوب منا، كيف نروح إلى المستقبل، ما نبقاش واقف في نقطة الصفر ونتساءل. بالنسبة للتأمين بعد الفاتحة، التأمين يعني بعد الفاتحة لما يقول آمين، هذاك المصلي لما يكمل الفاتحة ويقول آمين مستحب، ما هوش حتى سنة مؤكدة، مستحب فقط. مستحب إذا جابوا الإنسان هو مأجور، وإذا ما جابوش فاتوا الأجر، فيعني نقصان في الأجر. لكن صلاته صحيحة، ولو كان ينساه ما عنده سجود سهو إلى آخره. التأمين مستحب وليس سنة مؤكدة وليس فرضا، هذه أولا. ومن وكان البعض لو يقول لك التأمين واجب فقط نفتح قوس، لأنه عندنا من الآن من المشكلات في الفقه المعاصر أن بعض الناس عنده التطرف، ما عندهش الوسطية، مع أن الفقه مبني على الوسطية، عندنا الحرام منا وعندنا الفرض منا، وفي الوسط عندنا مباح مستحب مكروه. كاين اللي ما يعرف لا المباح لا المستحب لا المكروه، غير حلال حرام. ولما قراوا يقراوا الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قولوا قال أمر، والأمر يفيد الوجوب. الفقه الإسلامي يقول الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، القاعدة ليست على هذا الشكل، لأنه هذا الحديث ينبغي أن لا يخرج عن الأدلة. ما هي الأدلة؟ فقرأوا ما تيسر منه، أمر بالقراءة، آمين هل هي قرآن؟ ليست قرآن، إذن خارج عن وجوب الأمر، يعني وجوب القراءة. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجبه هو الفاتحة لا آمين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. الفاتحة آمين هل هي من الفاتحة؟ لا. إذن ما دام ليست من الآمنة الفاتحة لا تدخل في الأمر. فهمت الآن؟ ولهذا اليوم يشوشوا على الناس اليوم ويدخلوا روحهم في الفقه بغير ما تكون عندهم منظومة فقهية متكاملة في الأصول والقواعد والفروع كذا، يوقعون الناس في المشاكل هذه. إذن آمين ليست سنة مؤكدة وليست فرضا، فهي مستحب. اثنين، قراءة السورة بعد الفاتحة، نعم قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة في الفريضة، النوافل لا، مستحب في الفريضة سنة مؤكدة. ومن ترك قراءة السورة سهوا في الفاتحة بعد الفاتحة في الفريضة يلزمه من باب السنة، يلزمه أن يسجد أو يسن له أن يسجد سجود السهو للنقصان قبل السلام. هذا في حالة السهو، يعني في حالة السهو هذه. أما من تركها عمدا، النسيان، في حالة النسيان، من ترك السورة بعد الفاتحة ليس سهوا، عمدا، وهذا هو الخطير، أو جهلا أقل من العمد، موش ما يعرفش، هذا صلاته لا تبطل. لأنه عندنا فرق بين من تركها سهوا وتركها عمدا. تركها سهوا ولم يسجد لسجود السهو تبطل صلاته لترك سجود السهو، لكن تركها عمدا ليست لها تعلق بسجود السهو لا تبطل صلاته. لكن هل هو آثم أم لا؟ قولان،
وحنا نقولوا أنه إذا كان عامدا متهاونا حرام عليه. إذا ترك السنة عمدا متهاونا وإلى آخره، وخاصة إذا كان يداوم على ذلك. أما الجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد جاي يصلي وما يعرفش قالوا أعد صلاتك فإنك لم تصلي، ما بداش يدير له جرنان، عاود صلاته وخلاص. الصلاة الأولى ما تحسبهاش الآن، يعلمه اللي تركها جهلا ما قالوش عاود بمعنى صلاتك تخلفها وكذا، قالوا عاود الصلاة صحيحة. هذا ما كان. ولهذا نقول لخونا صلاتك الأولى اللي ما قريتش السورة صلاتك صحيحة، لكن نقصت فيها السنة وراح لك أجور كثيرة. الآن ما دام يقرأ بعد الفاتحة، هذا هو المطلوب منك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الصلاة معناه أبدأ الصلاة صحيحة من جديد وانتهى الأمر. هذا هو المطلوب منا، وإحنا اللي جاهل ربي يعلمه، واللي ناسي ربي يذكره، واللي متعلم ربي يزيده، ربي يوفق الجميع. الله يسلمك، يعطيك الصحة شيخنا على هذا الإفاضة وهذا الشرح الوافي لهذه المعاني. تبقت لدينا مجموعة من الأسئلة من الحلقة الفارطة. الأخت فتيحة من وهران، الأخت فتيحة من وهران البارح سألتنا وقلت لنا ما حكم رش الماء على القبر، وفي بعض الأحيان نباتات ولا في بعض الأحيان تربة هكذا كبرك وترش عليها الماء. إذا كنت فعلا من باب العادة لا بأس، كاين الناس يديروا الماء في طاسة هكذا ولا في قرعة يجي يشربوا من الطير لا بأس، من باب الإحسان يعني، من باب الإحسان لا بأس إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. لديها سؤال آخر، هي تقول ولكن لا تربط هذا بعبادة، وما تقولش بلي هذا فيه أجر، ولا تقول هذه فيها سنة ولا هذا مليح ولا مش مليح، يعني من باب العادة فقط. هذا ما كان. شوف أحيانا العادة تخرج عن مسارها الصحيح كما يقول الشيخ، تأخذ شكل العبادة. وأحيانا العادة عندها أصل، أصل موجود ولكن تخرج عن المسار الصحيح. والسؤال اللي طرح وجاوب عليه الشيخ عن يعني الجنازة، أحيانا أنا نفهم هذه ما تروحيش معك للدار وكذا، عادة هذه مستحيل ما عندهاش أصل. يعني الأول كاين بعض الأشياء في الجنائز، مثلا المرأة ما تروحش معناه مرت الميت، ما تروح مع حتى واحدة ولا واحد، تبات في جهة أخرى ولا كذا، ولكن الناس أعطوها بعد مع الوقت أعطوها الصبغة هذيك. مثلا في الجنازة مرت الميت العادة أنه يقول لها حرام عليك تمشي بالحفا، هذه في البداية كان عندها أصل، ولكن بعد انحرفت. واش معنى الزمان؟ المرأة تخرج برار، تخرج بالحفا، تروح تجيب الحطب، ربما تجيب الماء، معناه إذا كان خرجت تمشي بالحفا يتشق رجليها تضطر تدير الحنة، والمعتدة ما تديرش الحنة مثلا. يعني هما حريصين على كيفاش يمكن أن تلتزم بالأحكام الشرعية. لكن الآن الناس خطوها صبغة العموم. الآن القبر مثلا في الجنازة، حنا عندنا في الفقه حتى في الفقه المالكي ابن حبيب يقول يستحب رش القبر بعد الدفن. هذا في المناطق اللي كما نقول التراب ما لا يستقر، مثلا من أجل استقرار التربة، استقرار التربة مثلا إذا كان الأرض رملية في منطقة في منطقة كلوار تعريح مثلا، باش التراب تاع القبر يحبس يستوي، قالوا يستحب هذا المعنى. وعندنا في الشمال مناطق جبلية وكذا جرات العادة أنه كي يدفنوا يديروا الأغصان تاع الحجر تاع الشجر فوق القبر. الناس دوكا يقولوا بعض الشباب يقولوا بدعة، ما بدعة، لأنه بدعة هو ماهوش فاهم. الناس علاش كانوا يديروا هذه؟
حتى ما يجي لا الذيب لا الضبع لا الكلب أكرمكم الله جميعا ينبش بعد الدفن كي يروحوا كي الأرض تيبس راهم مهنيين. هذا هو المعنى. الآن دوكا تحولت العادة كي يروحوا للقبر يرشوا القبر رغم أنه الأصل شوف عنده علاقة بيوم الدفن، لكن كيفاش حولوها إلى ما صار ما عنده حتى معنى. هنا نقولوا بدعة، وهنا نقولوا يستحب لأجل المصلحة، مصلحة الميت في القبر. شوف الموضوع هذه كيفاش يمكن أن العادة تكون محكمة ومطلوبة العرف الاجتماعي إذا كان في المسار الصحيح. وأحيانا لما الناس يبالغوا في العادات حتى تخرج العادة عن مسارها الصحيح تولي تدخل في الخرافة، تدخل في معتقدات كذا، تدخل في أشياء. هذا هو المعنى. يعني لما نفسر التفسير هذا باش تفهم أختنا وش معنى رش القبر، يعني كما قال الشيخ ما عنده حتى معنى. والله لطائف جميلة يعني نحن نتعلمها في هذه اللحظات وتزيل الكثير من الغبش في أذهاننا وأذهان المستمعين، خصوصا وأنها ظاهرة متفشية في المجتمع ويفعلها الكثير من الناس. هذه يعني مثلا نخرج من الموضوع شوية. مثلا اليوم الناس جاتني في الفكرة هذه لأنه صرت وقعت قلت أنا الناس وردة الفعل تاع بعض الناس. هذيك الخامسة تاع الخامسة الآن كظاهرة اجتماعية موجودة حبينا ولا كرهنا، تتعلق على الصبيان ولا تتعلق كذا ومنتشرة عند بعض الناس. هذه الخامسة لما كيفاش أنا نقدر نعالجها فقهيا؟ واحد يعالجها يقول من علق تميمة فقد أشرك، يرمي الناس بالشرك وانتهى الأمر وعلق تميمة إلى آخره، ما درت والو والناس ما راح يسمعوا له. لكن لما نقولوا أيا نروحوا أكثر من هذا، منين جات هذه كلمة الخامسة؟ لما نعطي له الأصل راني نحيت له على الأقل اعتقاد فاسد. نقول له الخامسة لأن أصلها خمس آيات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر الآية. الناس كانوا يتعوذون، والسنة التعوذ من عين الحاسد أو من سحر الساحر بالمعوذات وخاصة سورة الفلق. إذن الناس كانوا يتعوذوا بسورة الفلق عادي سنة، لكن من بعد عادوا الناس ما يقرأش الفلق يشير له مثلا بيد ولا كذا باللي راني متعوذ بسورة الفلق وبالمعوذات. ومن بعد تحولت نساو الناس أصل هذه اللي هي سورة الفلق، عادوا يفهموا أصابع وطقوس أخرى. شوف كيفاش انحرفت الأمور. هذا بتهاوننا عوض نقراها ولينا نشير من الإشارة ولات معنى آخر. لما نفسر نعطي للناس تفسير هذه الأشياء نعود نرجع الأمر إلى أصله الأول فعلا. وأني أزلت اعتقاد فاسد، ثانيا أحييت سنة وهي أني أقرأ سورة الفلق مش رح نعلق الخمسة، وثالثا أعمل على إزالة مظاهر ما لناش في حاجة إليها. بارك الله فيك. بارك شيخنا، يعطيك الصحة. شيخنا مش ننهل من إضافة أم ننتقل إلى سؤال فتيحة فيما يخص مرضها بمرض السكري قبل شهر رمضان بربع شهر، وهذا المرض تاعها بالسكري جاء نتيجة تناولها لدواء كان قد وصفه لها الطبيب، فأصبحت تدير الأنسولين والطبيب قالها بلي ما تقدريش تصومي، فهي ما صامتش وأخرجت الفدية. فهي تحب حبة بالها يريح في هذا المسألة ككل،
تحوس على كلام ينور لها قلبها. نعم، وفعلا كان أدوية اللي عندها أثار جانبية، فهي تقول أن السكر تاعي الأصلي تشرب غير الحبوب، ولكن لما كانت تشرب هذاك الدواء، هذاك الدواء يزيد في منسوب السكر في الدم، فالطبيب من أجل هذه الحالة بالذات أعطى لها الأنسولين. طبعا طبعا ما دام في ريدي الأنسولين لابد تفطر، والآن الأطباء والفقهاء يقولوا الإنسان اللي يدير الأنسولين هذا ما يجوزلوش يصوم هذا. طيب ما دام دير الأنسولين ما تصومش. الآن إذا كان خلاص هذاك الدواء اللي كان يطلع لها السكر خلاص ما عادش ديره، والآن ولات تعطى الحبوب العادية فقط اللي يمكن معها الصيام، صوم. كثير من الناس يصوموا، يعني كاين اللي عندهم، كاين بالعكس كاين أمراض، بعض أمراض السكر اللي عندهم الحبوب الصيام ينفعهم، بالعكس ينفعهم في العلاج ذاته. ولهذا كان الأطباء يعطيوا حمية، ينقص كذا ينقص كذا ينقص كذا. فإذا كان الآن دوكا خلاص ما عادش دير الأنسولين ولا دير فقط الحبوب تاع السكر، طيب وهذاك الحبوب تقدر معها تصوم، صوم. هذيك الفدية، شكون اللي فدية؟ شكون اللي يفدي؟ اللي يفدي هو الإنسان اللي مرض ولا عنده مرض مزمن ولا يرجى شفاؤه، وهذا يفدي. أما الإنسان اللي كان اللي مريض ولكنه يرجى شفاؤه، بمعنى بعد شهر يبرى، بعد عام يبرى، بعد عامين يبرى، لا بعد 10 سنين يبرى، يقضي تقضي. فهي تنظر إلى طاقتها، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لما كان دير الأنسولين ممنوع تصوم، لما ما يدير الأنسولين دير فقط الحبوب، وهذه الحبوب لا تمنع من الصيام، فعليها أن تقضي تلك الأيام بقدر استطاعتها، بقدر استطاعتها. وطبعا في هذا الشيء تقدر أيضا تروح تشاور الطبيب في هذا الأمر، فإذا كان قالها لا الحبوب مع ذلك لا، لأنه مازال والأمر يحتاج إلى كذا، لا تبقى تفطر. ولكن إذا قالها لا تقدر تصومي فعليها أن تصوم. صحيح فعلا. شكرا شيخنا. الشيخ موسى في سؤال متعلق بالصلاة، يعني واحد من الناس أما المصلين في صلاة المغرب ثم صلى 3 ركعات نسي كم صلى فوقف للركعة الرابعة وأتمها وعمل التشهد وسلم وخرج من الصلاة. هو الآن يسأل يعني ما حكم ما السجود المترتب عنه، وكيف يرقع هذه الصلاة، وهل تجب فيه ترقيع أم يعيد الصلاة صلاة المغرب ككل؟ هذا عنده سجود بعدي، صلاته ماشي باطلة صحيحة، وبعد ما عرف بعد أنه زاد يسجد سجود البعدي ولو تفكر بعد عام، يهموش ولو عندها شهر ولا 4 شهور ولا 10 شهور يسجد سجود بعدي 2 سجدات وخلاص. هذا هو الترقيع تاع الصلاة تاعو، ما يعني صلاته لا يعيدها، ما يعاودش الصلاة. هذا صلى إمام ولا صلى إمام بالناس؟ إيه، ونسقسوا على اللي وراه في هذا السياق، يعني أنا كنت راح نقول واللي وراه اللي خلف الإمام، اللي خلف الإمام، الإمام ناض للرابعة في المغرب، اللي هو خلف الإمام مع كان أحوال حالة راه متأكد باللي الإمام ناض يزيد سهوا ركعة زايدة، هذا ما يجوزلوش يكمل، يقعد متأكد. واحد تبع الإمام لأنه داير باللي الإمام راه غلط أو يرقع في الصلاة، هذاك لازم يتبعه. هذاك اللي ما تبعوش يستنى حتى يهبط الإمام ويسلم، يسلم معاه، والآخر وخلاص ويسدوا معاه سجود السهو. شيخي الفاضل شكرا لك على هذا التوضيح في هذه المسائل للسادة المشاهدين والمتتبعين. شكرا لك سيدي فاضل موسى إسماعيل، شكرا لك شيخنا مشنان، شكرا للطاقم الفني في العارضة التقني والتقنية، ولكم أنتم مشاهدين الكرام متتبعين عبر الفضائية الخامسة كل الشكر والتقدير. إلى أن ألقاكم في العدد المقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.